هذا خرق سافر دستور البلاد والقوانين اللي وقع عليها المغرب ومتفق عليها. هذا استبداد، وهذه الحكومة لم تتذكر حكومة فاشلة بكل مقاييس، بكل مقاييس، لأنه كيف قلتوا عندكم الحق أن أي حكومة محترمة خاصها تسمع المطالب ديال الشعب، الشعب اللي باغي اليوم الحق ديالو في الشغل وفي القوت، وبغاو ولادو يخرجوا من الحبس، اللي هما مظلومين ديال الحراك الشعبي ديال الريف وديال جرادة وديال والصحفيين اللي قالوا كلمة حق لقاو راسهم وراء القضبان بدون أي دن وبدون خلق القانون. ولهذا هاد التعسف اللي وقع اليوم هو من أجل الترهيب، خلعونا شوية باش نرجعوا للور، راه ما راجعينش ما راجعينش، وانتوما لا جيتوا قلال راه انتوما متحضرين باش ما نجيوش كثار. كنقولوا الحالة الوبائية وشوية ديال هذا راه رمزية أقوى من العدد، حنا راه ماشي كنحسبوا بالكيلو، حنا راه كنشوفوا المطلب، المطلب يجب أن ينفذ اليوم. بركة من هذه الغطرسة وبركة من استعمال هذا الجواز التلقيح لإجبار الناس على تلقيح ما مقتنعينش به، لأن باقي في طور تجريبي وخايفين على ولادهم، خايفين على صحتهم، ويجاوبونا هاد الناس عطيونا المعلومة ويقول لكم اش كاين باش اطمئنوا. إذا كان باغيين بالفعل الصحة والأمن والسلام ديال المواطنات والمواطنين والأمن الصحي ديال غدا، ملي كنقول غدا المواطنين كيمارسوا حقهم، وهادو مواطنات ومواطنين شرفاء وشجعان وكيخرجوا دفاعا عن كل مغاربة الاخرين اللي ما قدروش يخرجوا، ودفاعا على مستقبل وليداتهم واسرهم وحقهم في الكرامه وفي العيش الكريم. المغاربه ما بقوش كيفرحوا من دقه لدقه. وعلاش هاد الاستبداد وهاد الغطرسه لمصلحه من؟ ولا قلت تنعاودها انه المناعه اللي بغاو يديروا هما يمنعوا البلاد ضد الفساد ويبنيوا الديمقراطيه ويحترموا الحقوق والتوزيع العادل للثروة. ديك الساعة المغاربة غادي يعيشوا في أمن وسلام. ملي تبغيو ديروا شي إجراء كيفما كان خصو يبدا بنقاش ديمقراطي ويفسروا للناس اش كاين، وملي يخرجوا يحتجوا سلميا احترموهم، بالعكس خصكم تصونوهم باش حتى واحد ما يقيسهم. يعني حتى كاين تضييق حتى على بعض الناس اللي هما في السجون، وحنا عوض أن هاد الناس يضغطوا علينا وينشروا هاد الحالة من الهلع ومن الخوف، خصهم يبداو واحد المجهود من خلق الانفراج السياسي في البلاد مع اطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالريف وبجراده، والتضييق على الصحفيين وعلى المثقفين، وانه بركه من هذه الاعتقالات التعسفيه والضرب ديال الحقوق والحريات. انا الاوان والعالم كيتغير، راه الحاجه الوحيده اللي غتعطينا المناعه هي الديمقراطيه، هي دولة الحقوق والقانون، هي احترام الحقوق والحريات، هي نمشيو لمجتمع المواطنة والمعرفة والمساواة الكاملة، وأن نقلصوا من الفوارق المجالية والمناطقية والاجتماعية باش يمكن لنا نبنيو واحد البلاد اللي نعيشوا فيها وحنا مفتخرين وكنقولوا حنا مغاربة. وراه هاد المسؤولين ديالنا كيراعيوا المصالح ديالنا الآنية والمستقبلية ديالنا وديال وليداتنا. وشكرا لكم.